الله الرحمن الرحيم. أخوات إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المجيد، شكرا على تلبية الدعوة. اليوم حنا في الحملة في وسط الحملة الانتخابية إن شاء الله الثلاثية ديال سبتمبر. تمنيت نتلاقى بكم لان بزاف ديال التساؤلات نشوفهم لا عند الساكنه والقراء ديالكم ولا حتى عندكم انتم. داكشي علاش هذه هذه هي داكشي علاش باش نتلاقى بنساء رجال الصحافه، باش اي حاجه اوضح خاصنا ما نبقاش بزاف والمغاربه تعرفوهم ما بقاوش يبغيو يصوتوا. هذه الاشكاليه الاولى. الاشكاليه الثانيه وهو حتى المستوى ديال المرشحين ولا حتى ديال العمل اثناء الانتداب حتى هو ما تيفرحش ما تيشرفش. هذا الشيء بيان سور بزاف ديال الحالات ماشي الحمد لله ماشي نهائي. فمرحبا بكم. قبل ما تطرحوا عليا الاسئله بغيت باش نقول بان الحمله غاديه الحمد لله تقريبا لا باس بها. اللي تنتكس فيه هو ما كاينش حوار فكري، ما كاينش شيء. وهادشي دائما خصو يكون قبل الانتخابات، دائما تيكونوا الناس المرشحين تيتحاوروا مع بعضياتهم، تيكون واحد عنده واحد الحل اخر عنده شي حل اخر، وتيكون واحد الحوار يعني اما متلفز او لا، وماشي غير على مستوى الرؤساء ولا نقولوا امناء العامون ديال الاحزاب، بل حتى مثلا نقولوا في ديال الحلقه الاخرى المرشحين كل واحد فيهم في شي منبر تيتلاقاو. وسعيد لهاد القضيه، ولكن عادة ما اللي تيقول لي صحفيين ان المنافسين اللي تيرفضوا انهم يتواجهوا بعضهم بعض. علاش بغيت نترشح في قنيطره؟ لان قنيطره حسيت بها انها خاصها يعني خاصها عنايه الصراحه بالطرف من ضمن المسائل البلديه والجماعه، وبالاخص تنظم الجماعه لان هي اللي تدبر الشأن اليومي ديال السكان المدينه. وهادشي ان شاء الله غادي نلمسوه ان شاء الله اثناء التسليه ديالكم والجواب ديالي. البرنامج ديالي بجوج حوايج بيان سور ان شاء الله نوضح الى بغيتو نوضحو شي حاجه، وهو تفعيل ديال الصلاحيات ديال الاختصاصات ديال البلديه كبلديه اللي مربوط عليه، وبالاخص ان عندها ميزانيه ليه. وهذا الشيء اللي ذكرت شحال من مره ان ما كاينش يا اما كاين سوء في التدبير يا اما كاين لا مبالغات. وهذا الشيء ماشي عن الناس، دونك انا بغيت غير باش نفعل عندي تبارك الله اكثر من 1000 موظف موظفه وعندي الميزانيه، فغير داك الشيء يتصرف ويتخدم من اجل الساكنه. الفريق ديالي تعتبر هذه حاجه مهمه، لان تنوفوا المغرب ان فريق تبقى جوج ثلاثه الناس اللي مهمين نقولوا من الناحيه الشعبيه ولا اونتوكا اللي باغيين يدخلوا البلديه. حتى ما باغيين تيكون عمر انا من رقم واحد حتى رقم 61 صارت انني يكون عندي. بالنسبه للجماعه ما تنتكلمش على البرلمان الجهه، انني يكون عندي ناس مستوى عندهم درايه بالمشاكل وعندهم القابليه وعندهم القدره باش يفكوا باش يقدروا ويدبروا الامور ديال المدينه. الحاجه الثالثه وهو بحال اللي قلت لكم في الاول، الناس ما تي يصوتوش، قلت لكم بحال اللي سون ديزابيزي، لان بصح الناس تعسفوا. الناس هذه السنين الاخيره كامله ربما اكثر من 18 عام والناس يتعسفوا الصراحه على النظمون، تيجيو ناس كيتعسفوا بحال السماسره، تمشي تسمعوا السماسره ديال الانتخابات اللي تيبغيو غير باش يشريو اصواتهم ولا يبيعوهم ولا تيبغيو يستافدوا من الامكانات. لو بغيتو انا نتفرج الله عندي تجربه يمكن نقول لكم كيفاش يكون هاد المسائل. ف الا بغاو تعرفوا هادشي اللي بغيت نقول لهم ربما هادشي تنقول انا في هاد الحمله، وهو لازم المغاربه يصوتوا، لازم يصوتوا مهما كان الحال، مهما نفس الرجوع تيجيهم، مهما غير اللي تيوقع لنا حنا بالذات ما تنصوتوش الاشخاص اللي تيبانوا مزيانين بكثافه، تنوزعوا اصلا عندك طرف كبير ما تيصوتش، وهذاك الشويه اللي تيصوت تيوزع على دوك ثلاثه ولا اربعه، فغالب الامر تيعاود يرجع هذاك اللي ما بغاوش بالذات هو اللي تيعاود يرجع، والناس كاين اللي تيتصور كاين الترافيك والخوات في الصنادق هادشي نهائي ما كاين شيء. ثلاثه ديال لي كوليج اللي غنصوتوا عليهم ان شاء الله 8 سبتمبر، كاين مجلس الجهه، كاين مجلس
النواب يعني البرلمان، وكاين المجلس الجماعي يعني البلدية ديال قنيطرة. السؤال ديالك الدور ديال مجلس القنيطرة يعني البلدية، وهو تدبير الشأن المحلي اليومي ديال القنيطريين من بزاف المسائل. ذكرتوا النقل قبيله، كاين بيان سور الازبال، كاين الفكره ديالي وهي التشغيل ديال الشباب، نخدم على جلب الاستثمارات. هذا الشيء راه مهم بزاف، لان عندنا مشكل كبير ديال البطاله هنا في قنيطره. الشباب ما تيلقاوش يخدموا، فيه بزاف عاود يلقاو ما تيلقاش يخدم، ولكن شي اخرى ما تلقاش استثمارات، فبغيت نخدم على هادشي. هادو المسائل ديال المجلس البلدي البلديه. البرلمان المجلس النواب هو اللي ان شاء الله غادي يعطي للمغاربه حكومه جديده. إذا كانت الحكومة ما عجبهمش راه يمشيو يصوتوا ضدها. حنا من الأحزاب الرائدة اللي مرشحة، الحزب ديال الأصالة والمعاصرة اللي الرمز ديالو هو التراكتور، إن شاء الله عوانين باش حنا اللي نقودوا إن شاء الله الحكومة الجاية. فهاد التصويت على البرلمان مهم بزاف، المجلس الجهة مهم بزاف، وسيدنا عطي أهمية بزاف للجهة، وأنا فاهم هذا الموضوع وتمنيت ندخل الجهة إن شاء الله، وراني مرشح حتى للجهة. تمنيت ندخل الجهة، علاش؟ لأن الجهة ديال الرباط قنيطرة ما فيها سلام، ما فيها تمارا، ما فيها الأحواز ديال هاد المدن كاملة، تدبر كل ما تتعلق بهاد المدن، ما فيه الموضوع اللي تيهمني أنا الاستثمارات. بعض المرات جهة كاملة تتقول واحد محطة غنديروها ولا واحد لازون اندوستريال غنديروها، إيبا ديك الساعة حنا غنحاولوا ندافعوا باش تكون عندنا هاد لازون اندوستريال. علاش؟ لأن أنا طامح باش نشغل الشباب. هادشي علاش مازالش مهم؟ فالمغاربة خصهم بصفة عامة والقنيطريين حتى هما يصوتوا على هاد الثلاثة ديال لي كوليج. كاين فهمت جوج ديال التصويتات، كاين التصويت على المجلسين بجوج، يعني المجلس الجماعي ومجلس الجهة، واحد السمو واحد، واحد ورقة واحدة دونك فيهم تراكتورات جوج، وكاين عاود تيتنقلوا في نفس القاعة في نفس القسم تيمشيو يصوتوا على مجلس ديال البرلمان، المجلس النواب تيتسمى البرلمان. بالنسبة للعجز المالي اللي كاين في البلدية، أنا قبل ما نكون سياسي أنا تندبر الشركات، وكاين بزاف الشركات اللي تيكونوا في واحد الحالة ديال لا 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 لا. يعني تدهور مالي او لا ربما تيكون ديزيكيليبر المالي، فبالعكس هادشي هو اللي تيعجبني انا. ما تنقولش انني غنستطع نعالج المشكل ديال العجز ديال المجلس دابا هذا بالسلامه ديال قنيطره، ولكن غنحاول ما امكن. غير الا درتي غير حكمه جيده وشتي النفقات بشي كيفيه، يعني يكون الترشيد ديال النفقات وما يكونش تدبير التبذير ديال الفلوس، هادو ديجا. و الا كان شي حاجه اللي يمكن تصلح ما يخص ربما امكانيات مع وزاره الداخليه، وزاره الداخليه غادي تبغي توقف على هذا الموضوع، انا عشتو في الرباط، وتبغي ديك الساعه تعاون كيفيه واخرى المجلس ديال المدينه. غير هو اللي تسميهم انا لي فوندامونطو بحال جمع النفايات، الطوبيسات، هاد المسائل هادو ما غيكون عندهم حتى شي مشكل ديال الماليه. واخا الماليه ماذا، واخا الفلوس مشى، واخا هادشي كامل، هادشي كله تيتدرس من بعد. غير هاد لي فوندو، هاد الاولويات هادو، هاد الكليات هادو غادي ان شاء الله نتحكموا فيهم، غادي يكون الفلوس ديالهم. بالنسبه للحدود تدخل المجلس البلدي في الشان الرياضي وفي الشان الديال الرياضي، هذا سهل هذا الامر. تنقول انا بان اللي خسر دابا الكاك، وهادشي راه قلت منذ سنين وانا تنعاود هاد الهضره، اللي تيجبد لي الكاك ديك الساعه اللي كان ملاحظ، وديك الساعه القنيطريين ربما ما واعيينش بهذا الموضوع مزيان، تيتحابهم بالصح راه خصو يتدخل ويبقى يفرج شكون هذا وشكون يخدم شكون هذا وهذا. انا تنقول لا، ما غير كاين شي واحد بحال الحاج محمد الله يرحمه اللي تيفهم في الكره، والحاج محمد كان رئيس كره، كان رئيس البلديه ومن بعد ولا رئيس ديال الكاف، بحال هذا الشكل ما هذا الشكل تيتعاودش دائما. اللي خاص وهو البلديه تعطي اتساع بحال جميع المدن العالم ماشي غير المغرب، ما تيتقربوش هذا، بالعكس حنا خصنا نخدموا على نادي القنيطره انه يولي كلوب بريفي باش تولي شركه انونيم بحال الوداد ديال الدار البيضاء، وينتهي هذا الموضوع كاع والبلديه ديال توتليمانيا. الى ترأست انا ان شاء الله، الى صوتوا القنيطريين وترأسها
غادي غير نعطي هذاك الدعم اللي خصو يتعطى لها صافي. هادشي اللي غادي يكون ان شاء الله. وما دام هي تكون علاقه بيني وبين سموف ربما غادي يحتاجوا نوقفوا معاهم حنا كبلديه ربما بغاو يحققوا شي مشروع مدير الدخل ليهم هما اي حاجه اللي يمكن يبغيو يحتاجوها غيلقاونا، ولكن ما ندخلوش فيهم. ما عندهم جمع العام ديالهم، عندهم لو كوميتي ديريكتور ديالهم، وعندهم الرئيس ديالهم تيصوتوا راسهم. دونك حنا ما خصناش نهائيا ندخلوا في هذا الشيء.